وفيديو اليوم يا جايز هو فيديو الوداع. يعني بهذا الفيديو انا بدي ودع اخواتي، وخلوه ده بده يودع اولاد خالاته واخواتي كمان يلي كتير تعود عليهم. حبيت اختم هذا الفيديو بهيك مشوار عائلي، وكمان انه يشوفوا هذا الفيديو ويتذكرونا كل ما اشتاقوا لنا. فيلا نبلش الفيديو. اختي ولا مرة اخذت ولادة على ماكدونالدز لانه الاكل هنيك ما بتحبه ومو صحي، فانا حبيت اكسر هاي القاعدة اليوم. جاهزين تفوت على ماكدونالدز؟ ايه يلا امشي عمهلكم، يلا جاية وراكم. انا عم تعملوا عندي بالون، بدكم بوالين؟ ايه ولإلين واحد. يلا كل واحد ياخذ باله. لإلين شوف هون، انا بحط لنا الالعاب اللي بتطلع لنا. انا بحط لها الالعاب اللي بتطلع لنا. لنشوف اني لعبه بدها تطلع لكم. انا بدي تطلع لي. ارجوني ادي ماما اخي. انت انو بدك مالك؟ بدك هي اول وحده، وانت خلوه ده وانا بدك تطلع لك هاي. وانت ميرنا اني لعبه بدك تطلع لي؟ بدك هاي من ورا. وفورا العامل اول ما اخذنا بوالين اجا وحط بدالون مشان على طول يضل المكان معبى، وبرا في هيك مثل الزحليطه حبوا يلعبوا فيها الاولاد. بعدين نفوت نطلب اكل. شوفي فوق قلبها هاي. وينو خالد؟ خالد انت جوا تستناهم؟ French fries with ice cream and a donut. انت شو بدك مالك؟ chicken burger. بدك مثل خالد؟ وانت ميرنا؟ I think I want Big Mac. اوكي Big Mac. انا بدي يعني الايس كريم اللي بنصيه، مو اللي بتاكل. طيب يلا بدكم كلكم هابي ميل. لا تعملوا ضوجه. اوكي. وبعد ربع ساعة الاكلات وصلوا، كل ولد من الاولاد طلب هابي ميل. بقلب هاي الهابي ميل في كيس بطاطا، في تشيكن ناجت، وفي برجر، وكمان طلبوا دونت كل ولد، وكمان طلبوا ميلك شيك. بس للاسف ما طلع لهم الهدية يلي كل واحد كان مشتهي تطلع له، للكل طلع لهم نفس الهدية. وهون بلشوا كلياتهم قاعدين وعم ياكلوا وكتير انبسطوا بهالاكلات. يا سلام، شوفوا كل ولد شو طلع له. هي هديه لخلوده. وانتي اخذتي هديتك ميرنا؟ يا سلام. يلا انا عملت هيك البطاطا وهيك الشيكن. يا سلام، يلا عودوا كلوا. يلا الله خليكي. بدكم تروحوا على شو اسمها؟ عربشه؟ كنت تعربشوا على الحيطان؟ تروحوا تتعربشوا على الحيطان؟ موافقين؟ يلا امشي نروح. وهون قبل ما نطلع من ماكدونالدز ما لقيت الا ميرنا وخلوده هيك عانقه، وكمان اجوا باقي الاولاد عانقوا، ما بعرف ليش شو صار لهم فجأة. اما بعد ماكدونالدز اخذنا الاولاد على السوفت بلاي، كانوا بدهم يروحوا على مكان تسلق بس للاسف مسكر، فاخذناهم لهون. يلا انزل. يلا خالد. هلا انا. يلا انزلي. يلا انزل معلش. هلا بنطلع على هديك. اوكي يلا انزل. يلا يلا ميرنا انزلي. يلا ملوكه يلا انزلي بسرعه. يلا انزل مالك. يلا جاي جايتكم انا. يلا سهام هلا بدي انزل انا وسهومي. جاهزه؟ جاهزه. يلا سهام انزلي. واحد اثنين. صراحة هاي الزحليطة بس انزل من عليها بحس قلبي ضل فوق، وبس انا يلي نزلت لتحت فجأة بلاقي خالد انشلف كمان قدامي، شلون ما بعرف. يلا اطلعوا اطلعوا، انا حاطلع معكم. جايتكم استنوني. اخ بعد بعد. حلوه
خلو ده لفات واحدة. أنا لون بدك أخضر؟ يلا اطلع. خالد هاي. ياي. لك ليش نزلتي بدونا؟ استنى استنى خلو ده هلأ بتدعسها. تعب. أما هلأ صار وقت النطوطة. خلودة ما حب ينطوط مع ميرنا، حب ينط بقرنة لحاله لأنه بزمناته وقع عليها لهي اللعبة وهيك توجع فحرم، فصار يدور على مكان فاضي ينط فيه مشان ما حدا يوقعه. روح خلودة يلا مالك تعال. شو؟ وينو خالد؟ خالد بالقمة؟ ليش بدك تشلح جراباتك؟ بهاي اللعبة لازم يشلحوا الأولاد جراباتهم لحتى يقدروا يتسلقوا عليها، لأنه هن لابسين جرابات رح يضلوا يزحطوا ويوقعوا مثل ما شايفين كل الأولاد بهاي اللعبة لقيتهم شالحين جراباتهم. شو عجبتك سهام؟ يا عيني. وهون ميرنا وخالد عم يلعبوا بهاي اللعبة، تعالوا نشوفوا مين رح يفوز. برافو ميرنا. يس خلودة فاز. شو هاد؟ بيك جاينومس ليجو. يا عيني ليجو. شو هالليجو الكبيرة هاي؟ ليجو. واو ليجو. بتعرفي هون شو حلو؟ شو سهومة؟ رح تشتاقي لي؟ اي والله كثير انبسطتي وجيتي؟ اي والله. انتو متخيلين انه نحن انا واخواتي 10 سنين ما شفنا بعض وهي اول مره بنشوف بعض؟ خلص ان شاء الله الايام الجايه بصير كل سنه بجي لعندكم ان شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله يا عمي. كل سنه بدي اجي. مو كل سنه جنيني. كل شهرين بلانك. ما فيني كل شهرين، ان شاء الله الله يقدرني بالسنه اجي لعندكم هيك زياره كل سنه. زياره لا زيارتين ان شاء الله لنشوف. نحن ما صدقنا شفناك. لك المشكلة اهلك بسوريا وانتو هون، بدي يعني شلون بدي اروح لهنيك ولهون؟ فدوبني مرة بالسنة. ان شاء الله يا بس عمي. المرة الجاي بجي اكثر طول. شهر ان شاء الله. ان شاء الله. شو بدك ميرنا؟ بده مين يدورك مثل الفارة؟ تعي لنشوف. واحد اثنين. يجب خالد. شوي. شوفوا انا من هون بدي اكمش هلا هي. شو تمام؟ عم ينفسون خلوده. لا انا اول مره بعرف انه بينفسون قبل ما يطلعوا العالم. شوف خلوده كيف نفس. يلا تعالوا يلا على البيت. حاج 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 ما صفي غيرنا. يلا تعالوا. ويا سلام على أكلة الكبة والمشاوي اللي أختي حبت تعمل لي إياها قبل ما أسافر، لأنه من قبل ما أجي على ألمانيا قلت لها جهزي لي أكلة كبة من تحت إيديكي. هون واقفين على البرندة أنا وخلودة وعم نتفرج على أبو مالك صهري وهو قاعد عم يشوي الأكلات. خلصت؟ يا سلام. شو هاد؟ والله شي بشهي. الله يسلم هالإيدين أبو مالك. الكبة ما شاء الله طلعت بتشهي. الله يسلم إيديها لأختي. وخلودة للأسف ما بيحب الكبة فقعد ياكل بس كباب. لك يا خلودة يا قلبي ليش قاعد عم تبكي؟ ان شاء الله يا ربي المرة الجاية رح نجي ونشوفهم. كل سنة بوعدك خلودة اذا الله راد نجي ونزورهم. لا تزعل يلا روح ودعهم. خلودة
خلودة كتير زعلان، جاي عباله يضل هون على طول. إلى ساعة عم يبكي. وبالمطار خلودة حب يشتري هدية لأنستو للذكرى. شو بدنا نشتري لخلودة لأنستو؟ تعا مفكر اشتري لها هاد كتير حلو لأنستو. شو رأيكم؟ هاد مغناطيس. شو رأيك؟ وهون أنا قررت اشتري هاي مكتوب عليها ستوتغارت محل ما أنا المطار اللي أنا موجودة فيه، أكيد لح تعجبها. وهون طلعنا على الطيارة ولأول مرة بشوف الطيارة من برا، بالعادة فورا من قلب المطار منفوت لجواتها بدون ما نشوفها، فكتير انبسطت بهذا المنظر الصراحة. وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو، وانتظرونا بفيديوهات جديدة. باي.